السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم أحمد ممتاز بالله الكامل. إن شاء الله في الفيديو ده هنحاول نشرح أو نلخص كده الأسئلة بتاع مديول 12 ومديول 13. تمام، نبدأ بسم الله. المديول ده بيتكلم على أي بي فيرجن 6. تمام، نبدأ. بيقول لك إلى ما يشير نجاح استخدام البنج العلامة دي. What indicated by successful ping to the نقطتين في بعض دبل منهم 1 IP version 6 address. معنى الكلام ده او انت عايز تفهم الحوار ده، بيقول لك لما معناه لما تعمل بينج نقطتين في بعض نقطتين في بعض تاني واحد والعمليه تبقى ناجحه، معناها ان الاي بي ده تم تثبيته على الهوست بنجاح، ان الاي بي تثبت على الهوست بنجاح. ماشي، الاي بي is properly installed on the host. زي الفل، يعني اقول لك على طول كده اقول لك ان البينج ده نجح، معناه خلاص ان الاي بي بتاعك تثبت على الجهاز ونجح. تمام، بقول لك what is the most compressed representation of IP version 6 address. الرقم ده كله ده هتعرفها ازاي؟ اول ما يقول لك most compressed representation بتعمل ايه معايا؟ بص معايا، لو بتبدا الارقام بتاعتك عادي، تمام، كل جزء من دول بتبداه عادي، واول ما تلاقيه بدا بصفر بتشيل الصفر، يعني 2001 مش بادئ بصفر، خلاص يبقى تنزل 2001 زي ما هو. نيجي هنا بادئ بصفر، شيل الزيرو، هيفضل معايا دي بي 8. ماشي، طب الاربع اصفار، الاربع صفر دول كلهم بما انهم كلهم اصفار فتخليهم صفر واحد، تخليهم ايه؟ صفر واحد. مش احنا اتفقنا نشيل الاصفار؟ طب ده اربع اصفار، خلاص خليهم صفر واحد. ماشي، يبقى دول بقوا صفر واحد. طب بعد كده عندك ايه؟ بي سي دي، خلاص ماشي، هي لوحدها عادي مش هتفرق. بعد كده في اربع اصفار، بعدهم اربع اصفار، بعدهم اربع اصفار، انا عايز اكتبهم صفر صفر صفر. ماشي، عايز اشيلهم لان صفر ملوش لازمه، اشيلهم ماشي زي الفل عادي. طب بعديهم ثلاث اصفار، اتفقنا نشيل الاصفار، هيفضل معايا واحد. يبقى كده اصبح معايا 2001 دي بي 8 0 اي بي سي دي. هنا عايز احط 0 0 0 ماشي، عايز اشيلهم ماشي. تمام، يبقى اي بي سي دي شيلهم يا باشا، بعد كده هيفضل معاك واحد اهو، 2001 دي بي 8 0 اي بي سي دي 1. تمام، اذا بصيت للتانيين هتلاقي دي بادئه ب 0 فغلط، بصيت لدي 0 غلط، دي 0 غلط. تمام، طب الاخيره قال لك 2001 ماشي دي بي 8 ماشي اي بي سي دي. طب ما الزيرو ده المفروض في النص، راح فين؟ اهو، فانا معناها اختفى. رابع كده لك اي بي سي دي، طب الاي بي سي دي راح جايب لك التلات اصفار دول، راح جايب لك مكانهم صفر واحد، بعد كده دوت واحد. لا، احنا المفروض لما هنا الزيرو بتاعنا بين الرقم وبين الاي بي سي دي نزلناه. تمام، لان ده هنا دلوقتي بيدل على حاجه معينه في الاي بي. تمام، لما نيجي ناخدها دلوقتي، لان اول تلاته دول طبعا نتورك، فلازم يكتبوا سلام زي ما هم اهو. بص معايا كده، ده تكون اي بي فيجن 6 راوتنج بيرفكس، اللي هي الجزء ده خاص بالنتورك، اللي هو اول تلاته، اول تلاته اوكتات 1 2 3. تمام، الرابع ده اسمه سب نت اي دي، ممكن يكتبوه ممكن ما يكتبوش. تمام، واخر اربعه دول انترفيس اي دي، بيبداوا بحروف، يعني هتلاقي بينهم اصفار وتم الحروف، الحروف دي يبقى ده الانترفيس اي دي، لان هيجي عليها اسئله دلوقتي. تمام، خلاص اتفقنا. يبقى احنا عندنا اول ثلاثه دول، دول بتوع النتورك، فما ينفعش يشيل الصفر ده. هنا هتلاقي ان هو شال الصفر ده، قال لك 2001 بعد كده دي بي 8 بعد كده اي بي سي دي، طب فين الصفر ده؟ شاله، فده كان معناه غلط. تمام، زي الفل. بيقول لك هنا من الغلط من استخدام الكوماند بينج نقطتين في بعض واحد. تمام، ده بيقول لك معناها بيختبر عندي انترنال كونفيجريشن اوف ان اي بي فيرجن 6 للهوست. مش احنا نستخدم فوق بينج لو تعمله اربع نقط دول بعد كده واحد، معناها ان انت الاي بي اتثبت على الجهاز. لسه هنا الاي بي اتثبت على الجهاز، يبقى انا بعمله عشان اختبر هل الاي بي اتثبت على الجهاز ولا لا. اهو بختبر انترنال كونفيجريشن لمين؟ للاي بي فيرجن 6 للهوست. تمام، مين اللي فوق؟ تمام، زي الفل. السؤال ده عشان تبصمجه بسهوله، اي سؤال يجي لك فيه حاجه زي كده، تلاقي فيه لينك لوكال ويونيك لوكال ومش عارف جلوبال يونيك اصلا وحاجات زي كده، وتلاقيه السؤال خاص باي في اي بي فيرجن 6، اعرف على طول ان هو لينك لوكال. تمام، اي سؤال يجي لك زي كده تختار على طول ايه؟ لينك لوكال. هو بيقول لك ات ات مينيمم ويتش ادريس از ريكوايرد اون اي بي فيرجن 6 انيبل انترفيس. ايه الامر اللي انت محتاجه في اي بي فيرجن 6 عشان تعمل انيبل الانترفيس بتاعتك؟ خلاص، هي لينك لوكال. لو تفتكر في المحاضرات السكيشن مثلا، كان في العمل بنكتب على طول، اول ما نيجي عند بي فيرجن 6 بتكتب الاي بي فيرجن 6 وتدي الاي بي بتاعته لك، بعد كده تكتب لينك لوكال وتكتب الكام في كده زي اثنين اوكتيت بس تكتبهم على طول لو تفتكر. تمام، فعشان تعمل ايه؟ انيبل الانترفيس. عامه لقيت لينك لوكال اختار على طول، وده هيجي مثال وهنشوفه تاني. ماشي، المهم بيقول لك وات از انترفيس اي دي واي بي فيرجن 6. عايز ايه انترفيس اي دي؟ احنا اتفقنا انترفيس اي دي هما ايه؟ اهو انترفيس اي دي اخر اربعه، 1 2 3 4. هتلاقي ده بدأ عندك بحرف، بيبدأ بحرف، بص كده معايا اهو، هتلاقي فين الاربعه؟ واحد اهو من ورا، يعني هيبدأ من ورا، 1 2 3 4 من اول ايه اهي، شايف؟ من اول ايه 1، بعد كده الاربعه ده 2، بعد كده الاف ده 3، بعد كده الاف ده 4، 4 اوكتيت اهو. طب مش احنا اتفقنا اصلا هو كام اوكتيت معايا؟ اتفقنا ان عندنا 1 2 3 والرابع ممكن يبقى 0 وبعدين 4.
تمام، اللي هما 8 128 كل واحد ب 16، تمام زي الفل. اهو هتلاقي ان اول ثلاثه بتوع النيتورك ماشي، الرابع هنا مش مكتوب اللي هو بزيرو، مش مكتوب ان بتاع السبنت اي دي، تمام. طب بعد كده بتاع الانترفيس اي دي بتلاقي اربعه اهو، من اول A9 CD، A9 CD، بعد كده 47 FF، بعد كده FE 57، بعد كده FE 94، تمام زي الفل. What are three parts of an IP version 6 global unicast؟ ايه التلات اجزاء بتوع ال IP version 6؟ اتفقنا عليهم ايه هم فوق؟ قلنا جزء خاص بالنتورك او الراوتر، وتاني جزء خاص بالسبنت اي دي، وتاني جزء خاص بالاي دي انترفيس اي دي، ماشي. او اول جزء بيقول لك ايه بتاع النتورك، النتورك بروتون، ماشي. او الجزء خاص بالنتورك اللي بيوفره من النتورك يبقى الاي اس بي، انترنت سيرفيس بروفايدر، اللي هو زي شركه وي، تمام. عشان هتلاقي هنا او هتلاقي فوق هنا خالص بيقول لك انترفيس، ماشي سيبها دلوقتي. يعني الجزء الخاص بتاع النتورك خلاص اخترناه، ماشي. طب اتفقنا ان في اول جزء بتاع النيتورك، تاني جزء بتاع سبنت اي دي، اهو سبنت اي دي مباشر، يعني مفيش حاجه هتشك في اختيارات غيرها، ماشي سبنت اي دي. طب تاني جزء انترفيس اي دي، طب الانترفيس ده، الانترفيس ده بتاع انهي حاجه؟ بتاع الجهاز بتاعك، بتاع لوكال هوست، ماشي خلاص. ما انت عشان هتلاقي انترفيس اي دي يوز تو ايدنتيفاي لوكال نيتورك، لا احنا عارفين الانترفيس اي دي بتاع الجهاز مش بتاع الشبكه. الشبكه الجزء بتاع الاولاني ده اسمه نيتورك بروتون، او جزء خاص بالنيتورك اللي هو نيتورك بيرفكس، او ليه اسم تاني اهو اللي هو اسمه راوتر، راوتنج بريفكس، ماشي زي الفل. يبقى اول جزء اتفقنا عليه بتاع النيتورك، اهو نيتورك اهو، ومن اللي بيوفره الاي اس بي. تاني جزء السبنت اي دي اخترناه، تالت جزء الاي دي او انترفيس اي دي لللوكال هوست، تمام. تلات اختيارات اهو زي الفل. تعال نكمل. وات از موست كمبرزد، برضه قال لك كمبرزد تاني، يبقى تعمل ايه؟ هتشيل الاصفار، لو اول صفر يبقى قبلك يبقى 2001 نكتبها زي ما هي، بعد كده الزيرو ده هتشيله يبقى زيرو دي بي 8، لا هيبقى دي بي 8 بس، الزيرو ده هيشتال مش هتفقنا عليها، ماشي. طب بعد كده اربع اصفار خليهم صفر واحد، خليهم صفر واحد، دول كده كلهم على بعض هيبقى زيرو واحد، ليه؟ لان الجزء ده تالت اوكتت من بتاع النيتورك، ماشي. بعد كده اي بي زيروهين، ماشي، مش بادئين بزيرو خلاص، يبقى اي بي اكتبوا زي هم. طب دول واحد اثنين ثلاثه عايز تشيلهم شيلهم، لان ده كله جزء كده خاص ده بالاي دي انترفيس، يعني مرجع للنتورك، تمام زي الفل. بعد كده 1 2 3 4 تنزل زي ما هي، يبقى اهو 2001 نزلت، بعد كده دي بي 8 عشان شلنا زيرو، بعد كده الاربع اصفار نزلناهم زيرو، بعد كده اي بي 0 0، والثلاث اوكتات دول يعني الثلاث اوكتات دول اللي هم بالاصفار كلهم شلناهم، بعد كده 2 3 4، تمام. طب تعالى نشوف التانيين، التانيين 2001 دي بي 8 ماشي تمام، بعد كده 0 ماشي، بعد كده اي بي 0 0، ليه شلت 0 0 من هنا؟ ده هما في الاخر مش الاول، يبقى خلاص دي كده غلط، ماشي. 2001 دي بي 8، بعد كده نزل 4 0، يا باشا لازمتها ايه بقى؟ احنا بادئين بصفر، ايه لازمته بقى لما تكتبه تاني؟ خلاص بتغلط برضه. طب الاخيره 2001 دي بي 8 0 ماشي، بعد كده قال لك اي بي، فين الاي بي؟ اي بي 0 0، طب فين 0 0 بتاع الاي بي؟ شالهم، ده احنا المفروض نشيل من الاول مش من الاخر، بعد كده غلط. يبقى الاجابه معايا الوحيده ايه، تمام زي الفل. وات از ذا بيرفكس اسوشيتد ويز اي بي فيرجن 6 ادرس؟ الرقم ده 1664، هتعرفها ازاي؟ عايز الجزء بتاع البرفكس. ايه الجزء بتاع البرفكس؟ اتفقنا عليه اهو، اتفقنا ايه هما؟ قال لك الجزء بتاع البرفكس اول ثلاثه دول، تمام. او هو عامه هو هنا اهو هتلاقي واحد اثنين، هو هنا اختار اربعه، ليه اختار اربعه؟ لان قال لك 1664 ماشي تمام، لان اصلا المفروض الاي بي فيرجن 6 بيبقى كله 128 بت، فهنا قال لك 64 اختار 64 بس. طب 64 معناها كام واحد؟ معناها اربع اوكتت، ما هو الجزء ده 16 وده 16 واللي بعده 16 واللي بعده 16 واللي بعده 16، كل واحد منهم 16، تمام. هو عايز 64، بسيط اختار له يعني كام في 16 ب 64، 4 في 16 خلاص، اختار له 4، 1 2 3 4 بس، اديهم له 1 2 3 4 بسيطه خلاص اهي، ماشي بس. ولا لك 64 خلاص يا باشا، قسمنا 64 دي على 4 على 4 على 16 يديك 4 بس، بسيطه ماشي. وات تايب ادرس از اوتوماتيكلي اسايند تو انترفيس وين اي بي فيجن 6 از انيبل اون ذات انترفيس؟ قال لك انترفيس، وجيت ابص في الاختيارات لقيت عندي لينك لوكال وجلوبال يونيكاست ولوك باك ولينك لوكال، اخترت ايه؟ لينك لوكال. مش قلت لك فوق اول ما تلاقي لينك لوكال في اختيار تختارها؟ هي جات لي يا باشا، اختار على طول ولا يهمك، ماشي. طالما لقيت ان السؤال على الاي بي فيرجن 6 ولقيت ان في يعني اشاره على ان بكام انترفيس، هحط لينك لوكال، ماشي تمام. which اي بي فيرجن 6 نتورك بيرفكس از اونلي انتندد فور لوكال لينك اند كانت بي راوتد، ماشي. هنا بقى النوع ده محتاج تركز معايا فيه، اعطيك اربع اختيارات. بص النوع الاولاني بتاع 2001 سلاش 3 ده، ده كده بيستخدموه للشبكات، احنا عايزين نستخدمه لمين؟ بيقول لك احنا عايزين نستخدمه لللوكال لينك، ومش كانت بي روتد، روتد ماشي، ما ينفعش يبقى روتد، او ما ينفعش يبقى خاص بالنتورك، او ما ينفعش خاص بالراوتنج، او ما ينفعش خاص بالروتد، تمام. ده اول واحد بتاع 2001 سلاش 3 ده جلوبال روتد ماشي، اللي هو زي عالمي كده او راوتنج عالمي
خلاص احنا مش عايزين روتينج. طب اقول لك نوت روتد ماشي. طب بتاع اف سي 00 سلاش 7 ده كده لو تفتكر في الاي بي فيرجن 4، افتكر كده معايا كنا بناخد 192 دوت 186، ده مش ده كان حاجه مميزه، كان يونيك اي بي ادرس فاكر، وكان برضو كان عندي كام، كان عندي 10 دوت اصفار او دوت اصفار دوت واحد فاكر، كنا مميزه ولكل مجموعه كنا ليها اي بي مميز. ده بالظبط هنا في الاي بي فيرجن 6 اف سي 00 سلاش 7 ده اسمه يونيك اي بي. سألك عنه؟ لا خلاص مش عايزه. طب الاخير ده اف اف 00 سلاش 12 ده اسمه مالتي كاست، مش محتاجينه برضه، احنا محتاجين لوكال لينك عادي جدا. خلاص يبقى اختار هو اف اي 80، يبقى تمصبجها اف اي 80 سلاش 10، تمصبجها سلاش 10 ماشي، عشان بس في الامتحانات حاجات زي كل دي تختار اللي هو فيهم اف اي 80. الباقيين دول عايز تعرفهم يعرفهم، مش عايز تعرفهم بس في السؤال. خلاص احنا خلاص عرفنا ان هو اللينك لوكال لينك كان تبي روتد، يبقى هو الاف اي 80 سلاش 10 ماشي زي الفل. وهنا بيقول لك الشركه بتاعتك عايز بقول لك ايشود اي بي فيرجن 6 بيرفكس الرقم ده باي يور سيرفيس بروفايدر ويز بيرفكس هاو ميني بيت ار افيلابل يور اورجانيزيشن تو كريت سلاش 64. ايه البيرفكس اللي محتاجه علشان تعمله 64؟ بسيطه خالص، 64 ناقص 18 كام؟ يطلع معاك 16. بس خلصت، انت 48 عايز تخليها 64، خلاص يا باشا هات لي 16 بت بس كده. شفت يعني مش محتاج اي تشغيل دماغ ولا اي حاجه ماشي. وات از سبب نحسبها عشان ما شكيت فيها برضو، 48 زائد 16 يبقى 50، 64 فعلا ماشي. انا قلت بس مش بالسهوله دي، سهله فعلا. طب تعالى نكمل. وات از ذا نتورك ادرس اوف ذا اي بي فيرجن 6 ادرس الرقم ده 1664. وات از ذا نتورك، عايز خاص الجزء الخاص بتاع مين؟ بتاع النتورك، نتورك ادرس. ناخد خلاص اتفقنا، ناخد اول كام؟ اول اربعه، 1 2 3 4 لحد البي 5، يبقى 2001 دي بي 8 اي اي 04 بي 5 بس اهو. طب يا باشا انا مش متاكد، قال لك 1664، يبقى انا عايز كام واحده؟ عايز اربعه اوكتت، 1 2 3 4 بسيطه اهي، 1 2 3 4 ماشي. عامة الجزء بتاع نتورك اهو، هو هنا كان جابه كام؟ كان جابه 3، ده مش محسوب بعد مش حاسب الجزء الاخير ده معانا تمام. لكن عامة قال لك 1664، يبقى خلاص اختار له يا باشا هات له 4 بس زي الفل. تعالى نكمل. Which type IP version 6 address isn't routable and is used only for communication on single subnet. خلاص احنا اتفقنا، بتبص في الاختيارات في جالي سؤال زي كده مش عارف اعمله او مش عارف اختاره، لينك لوكال اهي موجود قدامك اهي، لينك لوكال اتفقنا بصمجناها زي الفل. تعالى نكمل. Which address type isn't supported، ايه اللي مش مدعوم عندي في الاي بي فيرجن 6؟ البرودكاست. البرودكاست ده مش مدعوم عندي ماشي. لو سالك ايه اللي مش مدعوم عندي في الاي بي فيرجن 6، تعرف ان هو البرودكاست، اللي هو لو تفتكر كان في الاي بي فيرجن 4 بودكاست انت بتوزع على الكل كده، اللي هو زي بتعمل فلاد ماشي. ده مش مدعوم عندي في الاي بي فيرجن 6، اوعى تنسى. What is the minimum configuration of a router interface that is enabled for IP version 6؟ بقول لك ايه اقل configuration للراوتر interface. interface خلاص عرفنا البصمجه بقى، interface على طول يبقى تختار لينك لوكال اهي، to have link local بس بسيطه ماشي. اعتقد مفيش بصمجه اسهل من كده. طب هتقول لي مثلا الرقم دي في لينك لوكال؟ لا ما هي لينك لوكال مع حاجه تاني، لا احنا عايزين انترفيس يبقى لينك لوكال بس. اتفقنا؟ اتفقنا. تعال نكمل. يوزر كولز ريبورت ذات بي سي كانت، هنا في مشكله حصلت مع اليوزر في الجهاز بتاعه في الانترنت، راح كتب اللوب باك اللي هو بينج 127.0.0.1 ولقى ان العمليه تمت بنجاح ماشي، رجع له 4 بوزيتيف ريبلايز، جاله اربع ارقام مجابه او اربع ردود مجابه، معناه ايه؟ معناه ان التي سي بي اي بي عنده شغال ماشي، معناه التي سي بي اي بي عنده شغال. ما انت لو تعرف ان لو انت فاكر ان اللوب باك ده بيختبر بيه هل الصلاه عندك شغاله مش شغال، رد عليك بارقام مجابه معناه ان هو شغال زي الفل، وان التي سي بي اي بي مستجيب معاه، يبقى معناه ان التي سي بي اي بي امبلمنتيشن از فانكشنال ماشي. بسيطه ايه ايه الامر الصادم هنا عشان تيست كونكتيفيتي؟ يبقى اي بينك، عشان لو سالك شويه دلوقتي عن تيست قالك بينك بيعمل ايه، تعرف ان هو تيست ماشي، يبقى تيست كونكتيفيتي من صدمه عشان نختبر بي تيست كونكتيفيتي بين جهازين او بتوين تو ديفايس يوزنج ايكو ريكويست اند ايكو ريبلاي، اللي هو طلب واستجابه ماشي، يبقى ده اسمه ايه؟ بينج تمام. يبقى بينج عشان نختبر بين جهازين، بيختبر بين جهازين، اوعى تنسى. وات اي بي فيرجن 6 فيلد داز راوتر يوز تو ديترماين ذا باكيت هاز اكسبايرد، ايه الجزء الفيلد اللي بيستخدمه في الراوتر في الاي بي فيرجن 6 اللي الراوتر بيستخدمه علشان يحدد بيه ان الباكت زي اتبعتت او هاز اكسبايرد، معناه او الباكت هاز يعني الباكت بتاعتي وصلت، اسمه هوب ليميت فيلد ماشي. بصمجه اختيارات اهي، ما تقراهاش باين، ما تقراهمش سيبهم، اختار هوب ليميت فيلد.
يا باشا الباك بتاعتك وصلت خلاص، يبقى هوب ليميت فيلد. طبعا انت فاكر ان الهوب دي كنا بناخدها، والليميت الهوب لو تفتكر كانت عندنا عباره عن شويه نقاط كل نقطه منهم اسمها هوب لو تفتكر. تمام، يبقى هوب ليميت فيلد. تمام، which protocol provide feedback from destination host to the source host about errors. اول ما تلاقي errors يعترف ان هو الاي سي ام بي اللي هو الانترنت كنترول مسج بروتوكول، ده خاص بالايرورز. ده يا باشا انت بتبعت بيشوف لك الايرورز حصلت فين. ده انت مثلا في الارسال جهاز بيبعت وجهاز بيستقبل، وحصل ايرور في النص او في معلومات طارت او معلومات حصل لها حاجه، ده بيكتشف لك حصل فقدان في انهي حته، الايرور بتاعك حصل في انهي حته. اول ما تلاقي ايرور اختار على طول اي سي ام بي، ده خاص بالايرور. تمام زي الفل. ويش يوتيليتي يوز انترنت كنترول مسج بروتوكول. تمام، طب انا دلوقتي اهو مش ده بيستخدم الايرور عشان يشوف الايرور اللي حصل بين الارسال والاستقبال. طب ايه بقى كنا بنستخدمه علشان يعمل تيست بين الارسال والاستقبال؟ فاكر البنج اهو، يعني ما رحناش بعيد اهو، تيست كونكتيفيتي بين مين ومين، بين الجهاز اللي بيبعت اللي هو ريكوست والجهاز اللي بيستقبل اللي هو اللي بيرد بالريبلاي. بسيط، يبقى انا عندي الاي سي ام بي بيشتغل مع البنج. ليه؟ لان الاي سي ام بي بيكتشف الايرور. طب الايرور دي ايه؟ بتستخدم تقنيه ايه؟ بتستخدم البنج، لان البنج بيبقى بين جهاز الارسال وجهاز الاستقبال. بس بسيطة ايه، ماشي زي الفل. هنكمل هنا كل اللي بيقول لك ايه، نتورك ادمنستريتور كان سكسسفول بينج ذا سيرفر مش عارف ايه، وما بيعرفش يعمل السيرفر نوع تاني في في سيتي في مدينه تانية. ايه الاداه اللي ممكن استخدمها علشان احدد سبيسيفيك راوتر وير ذا باكيت ووز عشان اشوف الباكيت بتاعتي تم فقدانها فين او حصل لها حاجه؟ بص عامة بتستخدم التريس روت. ايه التريس روت ده؟ لو تفتكر التريس روت ده دكتور في محاضرة من المحاضرات الأوائل الأولانية زمان، كان بيستخدم التريس روت عشان جاب له جميع الأوامر اللي حصلت علشان الرسالة بتاعتي اتبعتت. يا باشا مثلا الرسالة بتاعتك راحت في الحتة الفلانية، تلات من فلان لفلان، تلات من مكان لمكان، معناها دي بتعرفني في أنهي منطقة حصل فقدان عندي. يبقى ركز معايا، لو قال لك ايرورز يبقى الاي سي ام بي، طب التقنيه يبقى البنج، طب قال لك انا عايز اشوف بقى الرساله بتاعتي اللي تم فقدانها او تاخيرها دي حصلت ازاي، بعرف عن طريق التريس روت. ده كده بيختبر لي كل حاجه حصلت في المسار الارسال للرساله بتاعتي. تمام، يبقى لوست اوردر اي هتقدر تختار التريس روت. ماشي، او اوقات بيقول لك ايه تريس ار تي، هي ماشي. تعال نكمل. Which protocol does IPv6 use to provide address resolution and dynamic address allocation؟ أول ما تلاقي allocation معناها إيه؟ معناها منطقة. طب ماشي، لو فاكر في الـ IP فيرجن 4 إيه اللي كان بيجيب لنا المنطقة؟ كان الأرب. فاكر الأرب اللي هو كان بيحدد لي الـ IP بتاع الأجهزة الموجودة ومش عارف، والماك أدرس ده كان في بالنسبة للـ IP فيرجن 4. عندي بقى هنا في الـ IP فيرجن 6 مش ده كان بيستخدم عشان يحدد الأجهزة الجنبية؟ كان بتاع النيبر لو تفتكر. تمام، الأجهزة المجاورة والأجهزة البعيدة والحوار ده. ده بقى بالظبط نفس التقنية اللي بيعملها هنا بروتوكول اسمه NDP، نيبر نيبر ديسكفري بروتوكول. ماشي، اللي هو برضو نيبر هو من اسمه نيبر ديسكفري بروتوكول. نيبر معناه ايه؟ معناها جار. يبقى ده بيسأل عن ايه؟ عن المكان بتاعه الموقع بتاعه. خلاص قالك الموقع يا باشا، يبقى ان دي بي نيبر نيبر ديسكفري بروتوكول. ماشي، شايف هنا بقى الاربع عشان اوقعك، بس كان شغال مين؟ اي بي فيرجن 6 اوعى تنسى. What message can a host send to check uniqueness؟ ايه بقى الرساله؟ بقول لك ايه الرساله اللي الهوست بتاعي ممكن يبعتها علشان يفحص هل الاي بي فيرجن 6 ده موجود غيره ولا لا، او يعني هل هو فريد ولا لا، يعني هل في جهاز تاني بيستخدم الاي بي ده ولا لا. هيبعت ايه؟ هيبعت استفسار. فاكر احنا المحاضره اللي فاتت اتكلمنا عليه، قلنا في استفسار وفي كان في نوع تاني، ارجع المحاضره انت تعرفها. ماشي، يبقى هنا بيبعت استفسار هو نيبر سوليكيتيشن. تمام، او انت يا باشا مثلا انا زي حضرتك مثلا نسيها، هعمل ايه؟ اروح امسك سوليكيتيشن دي عشان اجيب المحاضره اللي فاتت، الفيديو اللي فاتت احنا سجلناه اهي سوليكيتيشن، هتهالي المحاضره اللي فاتت. تمام، المحاضره اللي فاتت اهي، قلنا في عندنا نوعين، نيبر سوليكيتيشن هو استفسار، فبيبعت استفسار للاجهزه اللي حواليا، فالجهاز اللي عنده الحاجه دي فبيبعت لي اعلان، هو ادفرتايزمنت. تمام، تعال نكمل نرجع مكانها تاني اهو. تمام ماشي، يبقى خلاص اتفقنا ان الرساله بتاعتي علشان ابعتها للاجهزه اللي حواليا عشان اشوف هل اي بي فيرجن 6 ده يونيكنس ولا لا، يبقى ابعت ايه؟ نيبر سيلكتيشن اللي هو زي استفسار للجيران اللي عندي او الاجهزه المجاوره. ماشي، تكنيكال از ترابل شوتنج نتورك وير مش عارف ايش الحوار ده. بقول لك ايه اللي بيسبب ان الباكت بتاعتي حصل لها دروب؟ ناس قايلين من شويه الباكت بتاعتي حصل لها دروب او ديلي، ايه اللي استخدمناه؟ التريس روت صح؟ هنا يقول لك تريس ار تي، هي. طب هتقول لي بينج، ماشي هقول لك انا البنج كان بيعمل ايه. البنج كان بيعمل يا باشا تيست، فاكر تيست كونكشن اللي هو بيشوف الاختبار بين جهاز الارسال وجهاز الاستقبال. هنا بقول لك لا، بقول لك انا الباكت بتاعتي حصل لها فقدان في النص، عايز اعرف ايه السبب. يبقى استخدم الامر بتاع مين؟ بتاع التريس روت اللي هو يعرفني بقى فقدت فين وايه السبب بتاعها. تمام، تعال نكمل.
يوزر هيز يوزر هو از ان انيبل، ملوش يعني صلاحيه ان هو يتصل بالفايل سيرفر كونتاكت هيلب ديسك، زي هيلب ديسك مش عارف يكتب، كان اسك يوزر تو بينج اي بي ادريس اوف ذا ديفولت جيت اواي ذات از كونفيجرد اون ذا ورك ستيشن. وات از الغرض من استخدام البينج؟ البينج قلنا من شويه تيست، صح؟ فاكر تيست كونكشن بين مين؟ من جهاز الارسال وجهاز الاستقبال. خلاص بيقول لك ايه، تيست ذات ذا هوست هاز كابابيلتي تو ريتش هوست اون اذر نتورك، اللي هو ايه؟ اللي هو بيقول لك تيست عشان يختبر هل الهوست بتاعي قادر ان هو يوصل للهوست التاني موجود في شبكات تانية ولا لا. خلاص ما هو معناه ان في زر سداد وجهاز استقبال، يبقى علمنا كلمه بينج بي اي بي تيست، تيست كونكشن. تمام، شفت البصمه حلوه ازاي؟ تعال نكمل. بيقول لك وات داز ذا ويندوز تريس روت كوماند دو ذات بينج كوماند دازنت وين ذات كوماند ار يوزد اون ورك ستيشن. احنا قلنا التريس روت بينستخدم عشان ايه؟ عشان يجيب لي المعلومات بتاعت اللي حصلت بين جهاز الارسال وجهاز الاستقبال، عشان لو حصل ديلي او دروب اعرف الحوار بتاعي حصل فين. خلاص بقى التريس روت كوماند بيعرض عندي الانفورميشن بتاع الراوترز ان ذا باس، بتاع المعلومات بتاع الراوترز اللي حصلت في الطريق عندي، عشان اشوف الجهاز الرساله بتاعت الباكيت حصل لها ديلي فين او دروب فين. تمام، فهو طب مش عايز نشوف الاولى، تريس روت كوماند ريتشز ديستنيشن فاستر، مش عايز اوصل، مش عارف اعرف يعني، مش عايز اعرف مين الاسرع، انا عايز اعرف الرساله بتاعتي مرت فين عشان لو حصل لها فقدان اعرف ارجع لها تاني. طب سي سندس اي سي ام بي مسج تو اتش هوب ان ذا باس، هل هي بتبعت انترنت مش عارف كنترول مسج بروتوكول اللي هي بيكتشف الايرور في كل نقطه؟ لا، ده هو بيشوف لك الجهاز راحت فين، الباكت راحت فين، عشان يتبع المسار بتاعها. تمام، طب الاخيره تريس روت كوماند يوز ذا تيست كونكتيفيتي، فاكر تيست كونكتيفيتي كان بتاع مين؟ كان بتاع البنج. هل التريس روت بيستخدم بنج؟ لا، ده يا باشا ده هو بس بيتتبع الباكت بيشوفها راحت فين، اهو بيعرض المعلومات بتاع الراوترز. طب الراوترز دي عباره عن ايه؟ الرساله بتاعتي اتنقلت من الراوتر بتاعي للراوتر بتاع الشبكه، او الراوتر في النص والراوتر في النص للراوتر بتاع الشبكه اللي انا بعت للجهاز اللي جوه الشبكه دي. فهو المسار بتاعتي من الراوتر للراوتر للراوتر، بعد كده الراوتر الاخير بيديها للجهاز اللي هو مقصود. فهمت الفكره؟ فهو انا التريس روت بيعرض لي الراوترز اللي الرساله بتاعتي مرت عليهم علشان يوصل المنطقه بتاعته. تمام، يبقى هنا تريس روت او تريس ار تي، تريس ار تي اهو بيعرض لي المعلومات بتاع الراوترز ان ذا باس في الطريق بتاعي. ماشي، ويتش اي سي ام بي مسج، خلاص اعترفنا الاي سي ام بي بتعمل ايه، الايرور بيكتشف الايرور. تمام، ويتش اي سي ام بي مسج داز ذا تريس روت يوتيليتي يوز ديورنج ذا بروسيس اوف فايندنج باس. لو سالك عن الحوار ده اللي هو البلوك تريس روت بيستخدم ايه علشان اثناء عمليه بتاع ان هو ايجاد الطريق، التايم اكزيست. ماشي، ما هو بيعرف التريس روت بيعرف الطرق، بتتبع المسار بتاع الطرق. طب انا المسار دلوقتي فيه طريق طويل وطريق صغير، هيعرف يميزهم ازاي؟ عن طريق ما بعت الرساله، اللي بيرد عليه اسرع يبقى الطريق ده صغير. ماشي، بس ما تايم اكزيست. ماشي زي الفل. ويتش تو ثينجز كان بي ديترماين باي يوزنج بينج، اتفقنا البينج ده بيعمل ايه؟ من ده كان لو تفتكر بتاع تيست كونكتيفيتي بين الجهاز الارسال والجهاز الاستقبال. تعال نشوف هنا بقول لك ايه، بقول لك افريج تايم الوقت المتوسط التيك باكيت تو ريتش ديستنيشن، اللي هو الوقت اللي هو الباكيت بتاعتي بتاخده عشان توصل بين جهاز المين، عشان توصل جهاز الاستقبال الوجهه بتاعتي، اند فور ذا ريسبونس تو ريتيرن ذا سورس، اللي هو بيقول لك الوقت اللي بتاخده الباكيت بتاعتي ان هي توصل جهاز الاستقبال وبعدين تبعت رساله لجهاز الارسال ان هي وصلت له. ماشي، بيقول لك ريتشابيلتي، طبعا هو عايز اختيارين تشوز تو، بيقول لك ريتشابيلتي اوف ديستنيشن ديفايس ثرو نتورك. تمام، اللي هو بتاع الوصول. المهم عايزين نبصمجها، هتبصمجها ازاي؟ يا باشا انت افريج تايم وريتشابيلتي. طب هتقولي في افريج تايم تاني؟ ما الافريج تايم الاولانيه احنا عارفين خلاص ان الباكت بتمهين من جهاز الاستقبال بتبعت رساله لجهاز الارسال ان هي خلاص الرساله وصلت. طب التانيه ريتشابيلتي، بس بس ما هو كده. طب نمبر اوف روتس راوترز بتوين سورس، مش عايزين نعرف الاعداد يا باشا، البنج ده بتاع تيست كونكتيفيتي ملوش علاقه. اي بي ادرس فور ذا روتر نيرست ذا ديستنيشن ديفايس، لا مش محتاج تعرف من قريب من البنج، ده بنج بنج يعني بتختبر الاتصال بس وخلاص. طب اختبار الاتصال معناه ايه؟ معناه ان هو بيشوف المتوسط الوقت اللي الرساله خدته علشان توصل من جهاز الرساله لجهاز الاستقبال، فجهاز الاستقبال يبعت رساله لجهاز الارسال يقول له الرساله وصلت لي. فاهم الفكره؟ ماشي، طب ده اخترناه خلاص يا سي، ودي الريتشابيلتي ديستنيشن ديفايس ثرو ذا نتورك، ماشي اللي هو بتاع الوصول لجهاز الاستقبال. ماشي، طب الاخيره بيقول لك متوسط الوقت تيك اتش راوتر ان ذا باس، يعني متوسط الوقت لكل راوتر، لا احنا عايزين متوسط الوقت اللي خدته الرساله عشان توصل من هنا لهنا بس. ماشي، يبقى خلاص اخترنا متوسط الوقت اللي الرساله تاخده واخترنا الريتشابيلتي. تمام، اخر سؤال معانا، ويتش ستيتمنت ديسكرايب ذا خصائص تريس روت يوتيليتي، ايه الخصائص بتاعه التريس روت؟ احنا عارفين التريس روت بيعمل ايه، بيشوف لي الطريق اللي الرساله بتاعتي هتاخده من الجهاز الارسال والجهاز الاستقبال علشان لما يحصل فقدان في النص او ديلي يعرف لي حصلت فين. خلاص يبقى بيحدد عندي ايه، الراوترز الطرق او الطرق اهو اللي في الطريق بتاعي من فين لفين، من جهاز الارسال لجهاز الاستقبال. تمام، اتفقنا زي الفل، هتاخد بصمجنا الدنيا وفهمناها. وقبل المحاضره الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.